المقدس واضح وصريح. خليني أعلق على بعض الأشياء قالها فضيلة الشيخ. بالنسبة للبنوية، وقال أن الملائكة أبناء الله، ما بننكرش كده. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، ما بننكرش. لكن لما سألته عن هل الله له يد، الله له عين، الله له رجل، قال لا، ده احنا يعني في معنى مجاز. وكل من يقول ان الله تجسد او تجسم فهو من الكفر خارج الاسلام، زي المعتزله مثلا. المعتزله بيؤمن فيه. بنيجي نتكلم يوم الخميس، يوم الثلاث ان شاء الله، توضح اكثر فكره المعتزله، فكره الاشعريه. الكتاب المقدس واضح وبيقول ان في بنويه روحيه، في بنويه بالخليقه. الله تبنى المؤمنين من خلال الرب يسوع المسيح. من خلال يسوع المسيح صرنا أبناء لله، أي المؤمنين باسمه. لكن المسيح له بنوية وحيدة، طبيعة وحيدة، يستطيع أن يفعل نفس الأفعال التي فعلها الله، من خلق، من دينونة، من إحياء، من قضاء. في بداية الكلام قال فضيلة الشيخ إن عندما سئل البابا شنودة هل المسيح أين، قال المسيح أنا الله فاعبدوني. فالبابا شنودة يعني زي ما هو قال إنه ما قدرش يجاوب، ولكن أعطى تبرير. عندما قال المسيح أي شر فعلت، لماذا تريدون أن ترجمونني؟ يوحنا 8. قالوا له نريد أن نرجمك لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك الله إله، لأنه لما قال أنا من أب واحد، الله أبويا، فأرادوا أن يرجموه. لكن خلينا أذكر بعض حاجات. في يوحنا 1 برضه مش من كلام بولس. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. في عبرانيين 1:8 يقول الكتاب كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. أما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. في أشعياء 9:6 يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. ده مش كلام بولس. في تيتوس 2:13 منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. تيتوس 1:3 الكرامة التي أؤتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله. ده مش كلام بولس. رومية 9:5 المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. يوحنا 20:28 متى 1:23 عمانوئيل الذي تفسيره الله معه. ده لما قال الملاك للقديس يوسف. في كلمة الله ذكر عن المسيح أنه ابن الله أكثر من 50 مرة. يوحنا 1:18 الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي
حضن الآب هو الخبر. يوحنا 14:9 الذي رآني فقد رأى الآب. في كلوسي 1 ابن محبته الذي هو صورة الله الغير منظور بكر كل خليقة. وفي رؤيا 1 عدد 19 رؤيا 19 عدد 13 إنه كلمة الله. في يوحنا 5 عدد 8-18 فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. طبعا اليهود فهموا قوي عندما يقول شخص أن الله أبوه أرادوا أن يردموه. فقال لهم لماذا تردمونني؟ قال كده لأن لنا ناموس وحسب ناموسي يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. ده لما سئل أي شكاية أي مشكلة عن 19 وعدد 7 وفنب 2 عدد 5 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه. في يوحنا 10 عدد 30 قال أنا والآب واحد. في العهد الجديد ذكر عن شخص المسيح 650 مرة في العهد الجديد منها 170 مرة في الأناجيل الأربعة بالارتباط بهذا الاسم رب المجد رب الأرباب رب الكل رب السبت ربي. في خروج 3 بنشوف عندما سأل موسى الله ما اسمك قال له أهي الذي أهي. وبنشوف في يوحنا 8 نفس التعبير قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. في مزمور 18 عدد 31 بيقول من هو صخرة سوى إله. في كرونسوس الأولى 10 عدد 4 بيقول والصخرة كانت المسيح. في يوحنا الإنجيل الأول إنجيل يوحنا صح الأول بنشوف 12 اسم إلهي لشخص رب يسوع المسيح. 1 الكلمة وده موجود أيضا في القرآن الكريم. 2 النور الحقيقي. 3 الابن الوحيد. 4 الرب. 5 يسوع يعني الخلاص من الله. يسوع يعني الله يخلص. 6 حمل الله. 7 يعمد بالروح القدس. 9 رابوني أي المعلم. 10 المسيح. 11 ملك إسرائيل. 12 ابن الإنسان. كل ده مرتبط فقط بشخص واحد. كلوسي 1 على 17 وعبرانيين 1 بيتكلم عن المسيح. في العهد الجديد يقول الكل به ولو قد خلق. في أشعياء 40 عدد 28 يقول إله الظهر خالق أطراف الأرض. وبنلاحظ التشابه بين الله في العهد القديم والمسيح في العهد الجديد. كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. طبعا ده مش لكل حد لأن هو الابن الوحيد المميز. مش كل المؤمنين بيحيوا من يشاء ويميتوا من يشاء. مش كل المؤمنين أو الملائكة بيدينوا الناس. مش كل أبناء الله لهم نفس القدرة. وأعطى سلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان لأنه أخذ جسد. في يوحنا 3 يقول الكتاب لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم. هنا يهوى المتكلم. في يوحنا 4 عدد 42 هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. في أشعياء يقول الكتاب كده 5:22 التفتوا إلي واخلصوا لأن أنا الله وليس آخر. في يوحنا 4 عدد 42 ذكر بالنص برضو ده مش كلام بولس
هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أقول تاني يوحنا 4:42، هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. فأشعياء 43:11 إيه؟ لأن أنا الله وليس غيري مخلص. في مرقس 2:10 يقول الكتاب كده: يا ابني مغفورة لك خطاياك. بالمقارنة مع 131:34 يقول الرب: لأني أصفح عن أثامهم ولا أذكر خطاياتهم فيما بعد. في رومية 3:24 الفداء الذي بيسوع المسيح، وده بنلاقيه في هوشع في عدد أصحاح 3:14: من يد الهاوية أبديهم. في كرونسوس في كلوسي يقول: فيه خلق الكل، على 16: ما في السماوات وما على الأرض، سواء كان عروشا أم سيادات. في مزمور 148:2-5: سبحوه يا جميع ملائكة لأنه أمر فخلق. أعتقد سؤال وجيه: هل إحنا حرفنا كل ده؟ هل إحنا أضفنا كل ده؟ والمصلحة مين؟ فعبرين 1:6 يقول: وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. في يوحنا 10 يقول: أنا هو الراعي الصالح. بالمقارنة مع مزمور 23: الرب لي راعي. يبقى الراعي هو شخص واحد. لما يقول أنا الراعي الصالح، في أعمال 7 يقول الكتاب عن صلاة استفانوس: ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. منشوف أن الكنيسة الأولى فهمت أن المسيح هو الله، قدموا السجود، قدموا العبادة، طلبوا الغفران، قدموا أرواحهم. في مزمور 65:2 واحد بس يقول عنه الكتاب: يا سامع الصلاة إليك يبكي كل بشر. في عجالة مرقس 13 قال عنه أنه لا يعرف الساعة، وده المكان الوحيد اللي في الكتاب اللي مذكور، لأن مرقس يعلن شخص الرب يسوع كالخادم. لكن ياريت يجيب من أي نص تاني أن ذكر أن الابن لا يعرف الساعة. في متى 24 قال: لا الملائكة تعرف، ولكن لم يقول أن الابن لا يعرف. لكن عندما ندرس إنجيل مرقس نعرف أن مرقس يتكلم عن شخص المسيح من الناحية الجسدية. دقيقة. في يوحنا 11 بيقول أن الله لا يعرف أين وضع العار. أرد عليه عندما سأل الله في القرآن المسيح، اسأله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اعبدوني واتخذوني أنا وأمي إلهين دون الله؟ قال له: حشاك يا رب، ما أنا لو أنت قلت، لو أنا قلت كنت عرفت. هل الله لم يعلم؟ لكن سأل المسيح: أين وضعتموه؟ كي يرى الجميع المكان الذي دفن فيه العازر. ولما قال العازر هلم خارجا، لا صرخ ولا بكى زي أليشع ولا بكى زي إيليا، لكن كان أمر. ودوت عندما ذكرنا في يوحنا 5 تأتي الساعة والذين هم في القبور يسمعون صوت ابن الله فيحيون. لولا المسيح لم يقل العازر هلم خارجا، بحسب هذه الآية كان خرج كل الأموات الذين في القبور. وبنعرف من المقطع أن العازر أنتم عفن، يعني الله السيد المسيح خلق للعازر جسد جديد. قالت له: يا سيد قد أنتم. هناك فرق بين شخص المسيح الذي يقول
عن نفسه العظم هلوم خارجا، فيخرج العظم من القبر بعد 4 أيام. هناك فرق بين الأنبياء الذين صنعوا والرب شهد عنهم، سواء كان بأم في حياته أو مماته. المعجزات مش دائما مقياس، إن في كتير أنبياء فعلوا معجزات، لكن ماذا صنع المسيح؟ ودوت الدخلة الجاية سوف أكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب القس نثر أمامي ما يقرب من 30 استدلال جديد، وليته انشغل بدل طرح هذه الاستدلالات كلها فجأة بالرد علي ليخبرني كيف كانت الجموع تفهم بأن المسيح نبي وهو لا يفهم ذلك، كيف المسيح يقول أنا إنسان وهو لا يقول ذلك. نبدأ ببعض النقاط التي ذكرها الأستاذ. الأستاذ استشهد بقوله أنا كائن. أنا كائن تأتي في التراجم بما بالتراجم اليونانية أو في الأصول اليونانية إيغو إيم. إيغو إيم هذه الكلمة أنا كائن لم يقلها المسيح فقط. إذا المسيح قال أنا كائن صار هو الله. في التراجم اليونانية لوقا 1:19 الملاك يقول أنا جبريل، ولاحظوا أنها باليوناني إيغو إيم. في أعمال الرسل 10:21 بطرس يقول أيضا يستخدم إيغو إيم. يوحنا 9:9 الأعمى الذي حكينا قصته يقول وأما هو، لما سألوا أنت الأعمى ولا تشبهه، قال وأما هو فيقول إني أنا هو. فإذا كان إيغو إيم اللي قالها المسيح في يوحنا في يوحنا 8 تصبح تجعل منه إلها، فهؤلاء كلهم مجموعة من الآلهة. جناب القس يستشهد بأشياء عجيبة، يقول مثلا الراعي الصالح، إذا قال عن نفسه راعي صالح ما تصار الله. قال كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، إذا سمي كرسي الله صار هو الله. طيب السماوات كرسيه والأرض موطئ قدمي، السماوات تصبح بأنها كرسي الله عز وجل، هل تصبح السماوات أيضا هي الله؟ هل يكفي أن يقال الراعي الصالح ليصبح هو الله؟ طيب القضاة سموا في الكتاب المقدس باسم الله الأعظم، الله قائم في مجمع الله. والمقصود القضاة، مجرد إعطاء الاسم اسم الله الأعظم لإنسان لا يعني أنه الله. لذا سمي الراعي الصالح صار إلها. ومثل هذا في استدلالات لجناب القس كثيرة. طبعا جناب القس دائما لا ينسى الاستشهاد في كولوسي أفسس عبرانيين، وكل هذا من كلام بولس ولن أتطرق له. جناب القس يقول عمانوئيل أي الله معنا. يقول المسيح سمي عمانوئيل. طيب ماشي، سمي الله معنا. إذا سمي الله معنا إيش معنا؟ يهياقيم ملك من ملوك بني إسرائيل سمي يهياقيم. يهياقيم يعني الله يرفع. الله معنا تجعل من المسيح إلها. طيب يهياقيم الله يرفع. طيب إسماعيل، يا إسماعيل في العبرانية معناها الرب يسمع. إذا كان المسيح لما سمي الله معنا صار إلها، فمعناته إسماعيل أيضا بنفس النمط صار إلها. حتى أن النص في الحقيقة لو رجعتم إلى كتاب إلى كتابي تحققت هذا الموضوع في كتاب الله جل جلاله، فأثبت أن هذا ليس عن المسيح عليه الصلاة والسلام، إنما كان يتحدث عن قصة حصلت قبل ميلاد المسيح ب7 قرون. جناب القس استشهد، قال المسيح قال أنا والآب واحد. ماشي، إذا المسيح قال أنا والآب واحد صار إلها. طيب ممتاز، إذا كل من وصف بالوحدة مع الله عز وجل هو إله. نأخذ مثلا يوحنا 17:20 أنا والآب واحد جعلت من المسيح إله. طيب نأخذ يوحنا 17 ليكون الجميع أي التلاميذ ليكون الجميع واحدا كما أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا لهم التلاميذ هم أيضا واحدا فينا، زي ما أنا واحد فيك أنا يعني الله والمسيح متحدين، كما مثلها ليكون التلاميذ واحدا في الله عز وجل. هل هذه وحدة حقيقية أم وحدة مجازية؟ نأخذ النص يقول بعدها ليكونوا واحدا التلاميذ كما أننا نحن واحد، كما للتشبيه. إذا كانت وحدة التلاميذ وحدة حقيقية فوحدة الله مع المسيح وحدة حقيقية، لأنه بيقول كما، لكن الوحدة مجازية هنا ومجازية هنا. يقول
ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. ما معنى الوحدة الحقيقية وما معنى الوحدة المجازية؟ الوحدة الحقيقية وحدة الذوات، وهي منفية عن الله عز وجل ولم يتطرق لها يوحنا. الوحدة هنا وحدة مجازية، بمعنى نفهمها عندما يقول الكتاب عن سفر التكوين 2:24 عن الزوجين: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، يعني كالجسد الواحد. جناب القس استشهد بقوله: من رآني فقد رأى الآب. إذا كان من رآني فقد رأى الآب تدل على أن المسيح هو الله، من رآني فقد رأى الآب، من ضربني فقد ضرب الآب، ومن أطعمني فقد أطعم الله، أطعم الآب، ومن قتلني فقد قتل الله. معادلة واضحة: من رآني فقد رأى الآب، من قتلني قتل الآب، من أطعمني أطعم الآب، إذا نمت نام الآب. معادلة واضحة: من رآني فقد رأى الآب، هذا تكملتها. فما رأي جناب القس بأطراف المعادلة الأخرى؟ هل يؤمن بها أم أنه يرفضها؟ جناب القس يقول: المسيح ديان. وهل يوجد ديان إلا الله عز وجل؟ نعم. يقول: أعطيني أي واحد يمارس الدينونة. لا يا جناب القس، هناك من يمارس الدينونة في الكتاب المقدس مع الله عز وجل. كورنثوس الأولى 6:2 يقول بولس: ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ القديسين هل هم آلهة؟ يمارسون الدينونة، سيدينون العالم. بل اسمع ماذا يقول بولس: ألستم تعلمون أننا، يعني بولس، أننا سندين ملائكة؟ إذا كان المسيح بده يدين البشر، فالقديسين يدينون العالم ويدينون أيضا الملائكة. فإذا صح الاستدلال بهذا على أنهم آلهة، فكل هؤلاء أيضا آلهة. الأستاذ ذكر بأن المعتزلة يقولون بالتجسد، ولا أدري ما هو دليله على هذا، فالمعتزلة لا يقولون بهذا. جناب القس يقول عن المسيح بأنه صورة الله غير المنظور. طيب صح، المسيح صورة الله غير المنظور، وحسب كتابه آدم صورة الله، فإن الرجل هو صورة الله ومجده. إذا كان وصف المسيح بأنه صورة الله ومجده صار إلها. طيب عندما يصف الكتاب آدم يقول فإن الرجل، والمقصود آدم، صورة الله ومجده، معنى ذلك بأن إيش؟ آدم أيضا كان إلها. عندما نستشهد باستشهادات خاطئة نجد أمثالها في الكتاب، نستطيع أن نسحبها بنفس الطريقة. لكن كان يغنينا عن هذا كله لو جناب القس جاب لنا نص واحد يقول فيه المسيح بأنه هو الله. جناب القس يعترف بأن البنوة في الكتاب المقدس تأتي بمعنى مجازي. ومن أخبرك بأن المسيح بنوته بنوة بالطبيعة؟ وين المسيح قال لك أنا ابن الله بالطبيعة؟ من فين أتيت بها؟ ما عنده دليل. فهذا من تأليفات المسيحيين وليست موجودة في الكتاب. يقول المسيح ابن الله الوحيد. نعم، ابن الله الوحيد يعني المفضل. إذا أردت دليلا على استخدام كلمة الوحيد بمعنى المفضل، فارجع إلى قصة إبراهيم مع ابنيه إسحاق وإسماعيل، فإن إسحاق وصف 3 مرات في سفر التكوين بأنه الابن الوحيد، مع أنه إسماعيل حسب الكتاب المقدس أكبر منه 14 سنة. يعني إيش معنى الوحيد؟ يعني المفضل. فحين يقال المسيح ابن الله الوحيد بمعنى هو عبد الله المفضل عند الله تبارك وتعالى. جناب القس يقول بأن المسيح خالق. الحقيقة يا جماعة لا يوجد نص واحد في الكتاب المقدس يسند الخالقية إلى المسيح. نعم، أقوال بولس، لكن لا تقول بأن المسيح هو الخالق. ماذا تقول النصوص؟ اسمعوا ماذا تقول. أولا، النصوص تنسب إلى الله الخالقية. تكوين 1:1: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في إشعياء 42 يقول الرب خالق السماوات. طيب إيش اللي موجود في كلام بولس؟ اللي موجود أن الله يخلق بيسوع. يخلق بيسوع، ولم يقل بأن يسوع هو الخالق، بمعنى أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان أداة الخلق. دائما يقول خالق بيسوع المسيح، به خلق. ما قال بأنه هو الخالق أبداً أبداً. القس جيمس أنس
يقول بأنه كان واسطة الخلق. جيمس أنيس في كتاب اللاهوت النظامي يذكر بأن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول بالنص من أمثلة التميز في الأعمال أن الآب خلق العالم بواسطة الإبن، صفحة 178، بواسطة الإبن. فالنصوص لا تذكر بأنه هو الخالق، إنما تذكر بأنه كان واسطة للخلق، علماً أن الخلق في الكتاب المقدس يأتي على معنيين: خلقة الإيجاد التكويني وخلقة الهداية. يا الله أخلق في قلباً جديداً، مش معناته أنه يجيب لي قلب جديد، لا، يعني الخلقة الجديدة أو الخليقة الجديدة، وهذا موضوع يطول الحديث فيه. يا جماعة، المسيح جهل متى الساعة. جناب القس يقول جهل من الناحية الجسدية. لما نقول المسيح أكل يقول من الناحية الجسدية، المسيح شرب من الناحية الجسدية. طيب سؤالي، المسيح حين كان يأكل هل كان اللاهوت يفارقه أم ما زال حالا فيه؟ ما زال حال فيه، لأنهم يقولون بأن اللاهوت لم يفارق الناسوت طرفة عين، مع أنه ما في بالكتاب لا لاهوت ولا ناسوت. عندما كان يتبول ويقضي حاجته هل كان يفارقه اللاهوت؟ يعني اللاهوت كان عبارة عن طاقية يضعها المسيح فيصبح إلها، يشيلها يرجع إنسان، ولا هو دائما لاهوت وناسوت؟ هم يقولون دائما لاهوت وناسوت. طيب ماشي، معنى ذلك بأن المسيح حين يأكل كان يأكل وهو إله، وكان يشرب وهو إله، وكان يقضي حاجته أيضا وهو إله، فلم يفارق اللاهوت الناسوت طرفة عين. فإذا الذي كان يأكل هو الله عز وجل، إلا إذا كانوا يعتقدوا أنه كانت مثل الطاقية يشغلها ويدخل الحمام فدخل بناسوته، خرج وضع الطاقية صار إله، وهذا لا يقولونه. بالمناسبة وأرجو أن يسجل هذا آباء الكنيسة الأوائل قبل انشقاق الكنيسة كلهم يقولون بأن المسيح كان على طبيعة واحدة، ما في حكاية الطبيعتين، يفعل بالناسوت ويفعل باللاهوت، بل المسيح حسب قول الآباء، وسأحضر له إن أنكر هذا، كان يفعل كل هذه الأمور بناسوته ولاهوته، كان يأكل بلاهوته وناسوته، ولا يوجد طبيعتين للمسيح. فهذا من البدع التي أرادوا من خلالها، كيف المسيح ما يعرف متى الساعة؟ يقول لك لا، هو ما عرف بناسوته. كيف الله يأكل؟ لا، هو يأكل بناسوته. كيف الله ينام؟ لا، هو يأكل ينام بناسوته ولا ينام بلاهوته. هذا من البدع، والآباء الأوائل للكنيسة لا يعرفون شيئاً عن هذا، وبإمكاني أن أحضر له ذلك لو أصر على ذلك. يا إخوة، باختصار يقولون المسيح هو الله، خذوا النصين هذه ووضعوها أمامكم. يقولون المسيح هو الله، المسيح يقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، أنا إنسان. خذ النص اللي قدامه العدد 23 على 9، ليس الله إنسانا. المسيح يقول أنا إنسان، سفر العدد يقول ليس الله إنسانا فيكذب، انتهت القصة. أنا إنسان، ليس الله إنسانا. نأخذ نص آخر، هم بيقولوا المسيح ابن الإنسان، ابن الإنسان 83 مرة وصف في الكتاب بأنه ابن الإنسان. ماشي، نكمل العدد 23 على 9، ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. الله ليس إنسان وليس ابن إنسان، والمسيح يقول عن نفسه بأنه إنسان، ويقول عن نفسه في 83 موضع بأنه ابن الإنسان. فمعنى ذلك، معنى ذلك أنه ليس هو الله، لأن الله ليس إنسان ولا ابن إنسان. المسيح عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى طريق الحياة الأبدية، يوحنا 17 على 3، قال الحياة الأبدية، الجنة اللي بده الجنة يا جماعة أن يعرفوك، يكلم الآب، الآب مش الابن ولا الروح القدس ولا الله، بيكلم الآب، كلمة الآب. يقول الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. من الإله الحقيقي؟ الآب فقط، الآب فقط، لا الابن ولا الروح القدس، الكلام للآب. أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته
فالمسيح عليه الصلاة والسلام هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فقط، هذا ما يقوله الكتاب. جناب القس يقول يستشهد بيولد لنا ولد ونعطى ابنا، يولد لنا ولد، هل الله عز وجل يولد له ولد؟ وهل الله يعطى ابنا؟ من الذي أعطاه ابنا؟ من الذي أعطاه ابنا؟ يقول تكملت النص وتكون الرياسة على كتفه ويدعى إلها أبا قديرا. متى وصف المسيح بأنه، متى سمي المسيح بأنه إله قدير أبا أبديا رئيس السلام؟ متى سمي رئيس السلام وهو الذي يقول عن نفسه في متى 10:34 لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هل هذا الذي يقول ما جئت لألقي سلاما على الأرض هو الذي وصف في سفر إشعياء بأنه رئيس السلام؟ يقول عنه سفر إشعياء قديرا، هل هذا الذي يقول عنه النص بأنه قدير هو الذي يقول في يوحنا 5:30 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا؟ من العجب أن يستشهد جناب القس بمثل هذه النصوص. أقول جناب القس أرحنا وأرح المشتركين جميعا، هل لديك نص صريح واحد واضح من كلام المسيح يقول بأنه الله؟ إذا أعطيتنا ما في داعي لهذه النصوص التي رأينا بأنها رجراجة في معناها ونختلف في تفصيلها. قال المسيح خلق، اكتشفنا أنه أحيى الموتى، اكتشفنا أنه في غيره يحيي الموتى. المسيح يدين، اكتشفنا أنه الملائكة، أنه القديسين يدينون. هذا كله لا يصبح في الدلالة. قال المسيح كرسيك يا الله يا إله الدهر الدهور، اكتشفنا أن السماوات كرسي الله. ليس هكذا، أعطنا نص صريح واضح يقول فيه المسيح بأنه الله، وحينها سنسلم بأن المسيح هو الله. لكنه لا يقدر على ذلك، لذلك يرجع إلى هذه النصوص الرجراجة في معنى. يعني أرد على بعض الشيخ لما سألوا الأعمى هل أنت هو؟ قال أنا هو. وقال إن مش كل واحد يقول أنا هو يبقى معنى أنا كائن، لكن الأمر مختلف مع شخص رب يسوع المسيح لما قال في يوحنا 8 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يعني قد إبراهيم أنا بقى أبنه. المقصود مش من كل واحد قال أنا هو يبقى أنا كائن أنا الله، لا، لكن بيختلف. لو سألتني هل أنت القس رأفت أقول لك أنا هو تأكيدا، أنا هو، أنا مش حتاني، مش عبد الله، أنا هو، أنا القس رأفت. فلازم يكون في نعرف السؤال أنت هو المخلص، أنا هو. وقال إن الولادة عبارة عن يعني تشبيه إجازة، وقال في يوحنا 17 كما أنتم كما أنا وأنت واحد فيكون هم أيضا واحد، واحد في الروح، واحد في الطبيعة. لما قبلنا الرب يسوع المسيح أتى الروح القدس وسكن في داخلنا فأصبحنا واحد في الطبيعة مع فرق الاستخدام. لكن المسيح يقول ان لا احد ياتي الى الاب الا بي. يوحنا 17 اتكلم عنها فضيلة الشيخ وقال ان هذا ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. فانا لما اقول له من الذي يعطي الحياه؟ المسيح. لكن ما هي الحياه؟ أن يعرفوا الله الآب. فهناك فرق. إذن بنشوف أن المسيح والله الآب مشتركين في هذا الأمر. قال إن مش كل الناس حدين. نحن صرف ندين ملائكة وندين العالم بإيماننا، لأن أنا قبلت المسيح مخلص شخصي. أما الذين لم يقبلوه ولم يعترفوا به كمخلص شخصي سوف يقعوا تحت الدينونة لأنهم رفضوا شخص المسيح.
بإيماني أنا أدين العالم والملائكة، لأن الملائكة كانوا في محضر الله وسقطوا وحفظهم الله في قيود أبدية. وقلنا أن المسيح في إنجيل مرقس اتكلم عنه الوحي كعبد، لكن لم يتكلم يوحنا ولم يتكلم متى عن ما ذكر بنفس التعبير. وأنا قلت في المداخلة السابقة أن في متى 24 لم يقل المسيح أنه لا يعلم، ولكن قال أن الملائكة فقط لا تعلم. وبالنسبة ليجلس واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، هذا ليس لي، لأن الله إلهنا إله ترتيب. من الله عنده خطة أزلية، مش عندما الواحد يطلب أن يجلس على اليمين وعلى اليسار يبقى الله يسمع له، لكن الله إله ترتيب. على سؤال، هل دخول الحمام مشكلة؟ أنا بقول لو الناس عندها مشكلة إن المسيح دخل الحمام أو آكل أو أكل أو شرب وشايفين إن دوت غلط، خلاص ما تخشوش الحمام. ده منطق؟ هذا منطق يعني؟ أنا مش فاهم إيه المشكلة المسيح يكون إنسان؟ ما هو الحب على سبيل الدعابة مش أكتر. يقول إن الآباء اعترفوا إن المسيح له طبيعتين، طبيعة واحدة، آباء الكنيسة يعني، ما نعرفش أي آباء. لكن بنشوف إن الكتاب المقدس واضح وصريح، طبيعة إنسانية اللي فيها بيمارس احتياجاته، أكل والشرب والنوم، ترافق ويترأف على الناس ويخدم الناس. والطبيعة الإلهية اللي فيها بيشفي الأمراض ويقيم الموتى ويدين الناس ويتواجد في كل مكان ويوقف البحار والعاصفة، دي طبيعة إلهية. أنا لا أعلم لماذا يتجاهلها. قال إن المسيح لا ينطبق عليه ما جاء في أشعياء 7 أشعياء 9 لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عبد. ده الوحيد في القرآن. بنعرف من سورة مريم أن الله نفخ في رحمه. قالت مريم الملاك أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك وهو علي هين، ونجعله آية للناس ورحمة منا، وكان الأمر مقضيا. المسيح الوحيد هو كلمة الله. لما نشوف في القرآن كله من هو كلمة الله، هل هو موسى؟ لا. هل هو إبراهيم؟ لا. لماذا كلمة الله؟ بعلم بقدر المستطاع معرفتي أن القرآن الكريم محفوظ في الألواح قبل أن يوجد الناس، هو موجود اللوح المحفوظ، كلام أبدا أزل. ألا يكون المسيح أيضا كلمته الأزلية؟ 3، قيل عن يسوع وحده أنه من روح الله. تكلم في المهد ذكيا، أطلق فقط على شخص رب يسوع المسيح، أهب لك غلاما زكيا. اجتمع رازي مع المسلمين وقالوا إن معنى زكيا أنه بلا خطيئة. يسوع المسيح وحده تميز عن جميع الأنبياء بعصمته وانفراده بالكامل، إذ أخطأ جميع الأنبياء وذكرت خطاياهم في القرآن، وكان المسيح المستثنى الوحيد، إذ أنه وجيها في الدنيا والآخرة في عمران 45. خد بالك من اللي جاي. بنعرف من الأحاديث من كتاب مشكلة المصابيح وحديث أخرى إن كل مولود يولد لابد أن ينخصه الشيطان،
فيستهل صريخا. واحد بس، واحد بس لم يستطيع الشيطان أن يلمسه أو ينقصه، اسمه إيه؟ يسوع. أنا بتساءل ليه كل الحكاية الحلوة دي عن المسيح؟ ألا يجعلنا نقف وقفة حقيقية مع أنفسنا وندرك ما قاله القرآن؟ قول الرازي سمى مسيحا فقال أولا أنه سمى المسيح لأنه مسح من أوزار والأثام، لأن جبريل مسحه بجناحه وقت ولادته ليكن ذلك صونا له عن مس الشيطان. فهنا اعترف الرازي أن المسيح قد أعطى هذا اللقب لأنه كان معصوما من الأوزار والأثام. المسيح الخالق كلمت عنه باستفاضة أكثر. يسوع المسيح وحده تميزا عن الجميع بأنه الخالق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بإذن الله تمام. العمران 49. يسوع وحده انفرد بمعرفة أسرار الناس وبذلك لا يقارنه أحد من الناس، لا يعرف خبايا القلوب وأسرار النفس وحده فقط كما جاء في العمران 49، وأنبئكم بما تأكلون وبما تسكرون في بيوتكم أن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. برضو في العمران 49 الوحيد الذي يبرئ الأكمى والأبرص، في العمران 49 برضو يقول أنه يقيم الموتى وأحيي الموتى. يعني واحد ميت هو يحييه. في فرق زي ما قلت بين الأنبياء يصلوا ويصرخوا ويتوسلوا، أما المسيح له حياة في ذاته كما أن الآب له حياة في ذاته. يسوع وحده انفرد بلقب المسيح النبوي، أنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته في النساء 171، وده اتكلمت عنه. وقد عرف التوراة عن شخص المسيح بالمنتظر القائل ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا في الأرض، وهذا هو اسمه الذي يدعونه إيه؟ الرب. من الذي يقيم على الناس؟ يسوع المسيح وحده تبادل المسؤولية والسلطان مع الله، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. ليه كل المميزات دي؟ يسوع المسيح وحده صار آية للناس ورحمة من الله لبني البشر الذي وقع تحت أثقال الخطية أو ذالها فحكمت عليهم عدالة الله وقدسته بالهلاك الأبدي. لذلك جاء المسيح كالمخلص الوحيد وحده يستطيع أن يقدم خلاصة أبدية للناس ورحمة من الله. يسوع وحده استطاع أن يقوم من بين الأموات في حين أن كل الأنبياء والزعماء ليزالون في قبورهم بعد مماتهم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. 16. يسوع المسيح وحده يستطيع أن يعطي أتباعه مركزا سميعا وتأكيدا ليوم القيامة، وأجعل الذين أتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في العمران 55. يسوع المسيح وحده الديان في أحاديث كتير لا فينا معنا الدولة الأخيرة. عندنا الدولة الأخيرة. وقد سبق وقد قال نبي الإسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن مريم حاكما مقسطا أي ديانا عادلا. سؤال بقى ليه كل الحياة الحلوة دي عن شخص المسيح؟ ليه هو بالذات؟ ليه مش حد تاني؟ لا تقول لي أن مثل عيسى ابن مريم كمثل آدم. لا، هناك فرق. عندما خلق الله آدم نفخ فيه، عندما أراد الله أن يكون المسيح على أرضنا لم ينفخ في المسيح،
ولكن نفخ في العذراء مريم. آدم لم يكن وجيها في الدنيا والآخرة. آدم لم يكن ديانا للناس. آدم لم يكن حاكما متصدقا. آدم لم يحي الموت. لكن لماذا المسيح وحده بكل الصفات الحلوة دي؟ شكرا وأعتذر عن الطلب. في الجولة الأخيرة في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا المسيح نزل حكما مقسطا يصير هو الله، طيب إذا كان وجد الآن في دنيا الناس حكم مقسط كمان يصير هو الله؟ جناب القس تكلم في المهد، تكلم في المهد يصير هو الله، طيب في ثلاثة تكلموا في المهد يصير كمان ثلاثة هم الله؟ يقول زكيا بلا خطيئة، طيب يوحنا المعمدان في الحديث رمي البزار كان بلا خطيئة يصير هو الله؟ وجيها في الدنيا والآخرة، طيب موسى عليه السلام يقول عنه الله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، يصير هو كمان هو الله؟ وهو وجيها وجيها. جناب القس هذا كله ليس فيه معنى الألوهية. أحضر لي شاهدا واحدا من كلام المسيح صريحا كما أحضرت لك 20 شاهد في نبوة المسيح لله عز وجل لن تجده. جناب القس يقول يعني عجيب، يقول لا الابن يعرف، يقول المرقس ما قال إنه الابن لا يعرف مدى الساعة مع أن النص يقول ولا الابن، هذا إيش من عنده من المرقس؟ ولا الابن، الابن لا يعرف مدى الساعة ولا الابن إلا الآب، هو قال لا ما فيش ولا الابن. جناب القس بيقول هل الدخول للحمام غلط؟ لا، دخولي أنا للحمام مش غلط، لكن أن ننسب إلى الله عز وجل دخول الحمام غلط. جناب القس يقول لا ما في طبيعتين، هي طبيعة واحدة، عفوا ما في طبيعة واحدة، هي طبيعتين، طبيعة لاهوتية وناسوتية. نبدأ بالقديس أورجانوس المتوفى عام 253، الرجل الذي خصى نفسه لأجل الملكوت. تقول عنه موسوعة هرقيروس في صفحة 189، بسبب الاتحاد الذي لا ينفك بين الكلمة والجسد، كل شيء يختص بالجسد ينسب أيضا إلى الكلمة. الأكل ينسب للجسد وينسب لمن؟ لكلمة الله، طبيعة واحدة. المطرانين يوسف ريا وكيرلس بسترس في كتابهما التجسد فيض المحبة صفحة 16 يقولان يمكننا القول حقا إن الله تجسد وإن الله ولد. مين؟ الله ولد وعطش وجاع وإن الله تألم. من اللي تألم؟ والجسد الله ومات وإن الله صعد إلى السماوات. بلاش هذول يمكن يكونوا هراطقة برأي جناب القس. البابا أثناتيوس الذي وضع قانون مجمع نيقيا حتى أنه يسمى القانون الأثناثيوسي، لم تختلف الكنائس على قداسته وعلى تقديمه، يقول يرد على جناب القس لمن يقول في ناسوت ولاهوت، يقول هذا هو الواحد الإله، هو ابن الله بالروح وهو ابن الإنسان بالجسد. ليس أن الابن الواحد له طبيعتان، ليس أن الابن له طبيعتان، لا تصدقوا في ناسوت لاهوت، لا، أحدهما مسجود له اللي هو اللاهوت والأخرى غير مسجود لها اللي هي الناسوت، بل طبيعة واحدة. الأستاذ يقول طبيعتين وأنا أقول أثناثيوس يقول طبيعة واحدة، لا تقول في شيء مسجود له وشيء غير مسجود له، ما في طبيعتين، طبيعة واحدة. اسقف نيسوس في عام 395 القديس أغريغوروس يقول لا تطلبوا لتجسده على الأرض أبا ولا تطلبوا له في السماء أما ولا تفرقوا بين ناسوته ولاهوته. ثم يقول إذا رأيت ابني قد جاع أو عطش أو نام أو تعب إلى آخره فلا تحسب ذلك لجسده دون لاهوته، لا تقول هو جاع بالجسد دون اللاهوت، لا تقول هذا غلط، فلا تحسب ذلك لجسده دون لاهوته. وإذا رأيت ابني يشفي المرضى ويطهر البرصة بالقول فلا تحسب ذلك للاهوته ودون ناسوته، لا تقول هذه أفعلها باللاهوت وهذه فعلها بالناسوت. يوحنا بن الذهب 407 توفي يقول هذا القديس اللاهوت والناسوت اتحدا معا اتحادا تاما في المسيح حتى أنك تستطيع أن تقول إن هذا الإنسان هو الله. البابا كيرلس الذي قاد الكنيسة في مجمع أفسس الشهير في عام 440 يقول إنا لا نعرض الناسوت من اللاهوت ولا نعرض الكلمة من الناسوت. إذن أباء الكنيسة لا يعرفون ما يقوله جناب القس في
في قوله ناسوت لاهوت، لا، الإجاع هو الناسوت واللاهوت طبيعة واحدة. جناب القس يقول بأن المسيح من قبل إبراهيم أنا كائن. طيب ماشي، آدم قبل إبراهيم، هل أنا كائن تعني الأزل؟ طيب إذا كانت أنا كائن تعني الأزل والأزلية تعني الألوهية، الحقيقة في كثير أزليين شاركوا المسيح في الأزلية، ليش ما نعبدهم؟ نأخذ منهم واحد من هؤلاء الأزليين، ملكي صادق، كاهن الله العلي، بلا أب. هو قال المسيح ما له أم، ما له أب، ولد من عذراء صار هو الله. طيب وآدم ولد من غير أب ولا أم، إيش بصير؟ طيب هذا كاهن الله العلي ملكي صادق، بلا أب، بلا أم، بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. لا أب، لا أم، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، لا الأول ولا آخر، بل هو مشبه بابن الله. ملكي صادق بالمناسبة، هذا يا إخواني الكرام، هذا رجل ولد من غير تدخل بشر. مخطوطات قمران تتحدث عنه، مخطوطات قمران تتحدث عنه بأنه ولد من غير أب، من غير زرع بشر، وأمه ولدت به بعد موتها، فلذلك هو من غير أب ولا أم. وهذا الكائن صعد إلى السماء ولم يبقى في الأرض، لا نهاية حياة له. هذا الكائن وصف بأنه ابن الله، هذا قبل المسيح عليه السلام، ولا نهاية حياة له، وليس له أب وليس له أم، ألا يستحق أن يعبد؟ جناب القس يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. طيب ماشي، هذه من كلام يوحنا صح، ليست من كلام المسيح، لكن من فين جابها يوحنا؟ جابها من فيلسوف يهودي اسمه فيلون، فلسفة الشعر في كتابه 247 موجز تاريخ الأديان قاموس الكتاب المقدس صفحة 903 يقولها: فكرة الكلمة جاءت من فلاسفة رواقيين ومن فلسفة يهودي وفيلون، ومستعارة من العقائد التي ظهرت على يد القديس جوستين. فهي فكرة ليست من المسيح، أخذها يوحنا من فين؟ أخذها من اليهود وأخذها من الرواقيين. بالمناسبة وكان الكلمة الله، برضو هذه تحريف، ما في وكان الكلمة الله، ما في كان الكلمة الله. النصوص اليونانية لا تستخدم هنا كلمة الله معرفة، تقول كان الكلمة إلها. هذا مش كلامي عموما، هذا كلام الأب متى المسكين في شرح الإنجيل يوحنا المجلد الأول صفحة 35 يقول: هنا يحذر أن تقرأ الله معرفا بأل، يحذر لا تقرأوه كده غلط، وإلا لا يكون فرق بين الكلمة والله، وبالتالي لا فرق بين الآب والابن، وهذه بدعة سابليوس، إياكم أن تقرأوها. هو يقول في هذه الصفحة: هنا كلمة الله، لما يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، في هذه الفقرة يقول جاءت معرفة. أما الجملة الثانية فالقصد من قوله كان الكلمة الله هو تعيين الجوهر، وليس أنها إلهية، تعيين الجوهر أي طبيعة الكلمة أنها إلهية، ولا يقصد تعريف الكلمة أنه هو الله من جهة الذات. بالمناسبة نسخة شهود يهوى تقول وكان الكلمة إلها، وتكتب بحثا كاملا لماذا صنعوا هذا الأمر، لأن الأصول اليونانية لا تستخدم كلمة الله معرفة في هذا النص. جناب القس يقول المسيح يعرف أسرار الناس. طيب تكوين 49:1 يقول يعقوب لأبنائه: اجتمعوا لأخبركم بما يصيبكم آخر الدهر. مو أخبركم بما يصيبكم الآن، بما تفعلونه الآن، بما يصيبكم آخر الدهر. يصبح يعقوب إله؟ هذه أشياء يخبره بها الله عز وجل لا تجعل منه إلها. جناب القس يقول المسيح: أنا ما علقت على كلمة إلها قديرا، لا، أنا علقت على كلمة قديرا، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. جناب القس يقول القرآن يقول ولدت من عذراء. طيب وآدم ولد من غير أب ولا أم. إن المسيح كلمة الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما سمي المسيح كلمة الله؟ لأنه خلق من غير تدخل بشر بكلمة الله كمثل آدم. بالمناسبة يا أخوان، كلمة الله، نصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تقول عنه بأنه كلمة الله فحسبنا،
فأنزل الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إيش معنى كلمة الله؟ شوف يا أخوان، نقول اضطهاد اليهود تحتمل معنيين. المعنى الأول أننا نقول اضطهاد اليهود الفلسطينيين، فاليهود هنا اسم فاعل، وتحتمل اضطهاد النازيين اليهود فتكون اسم مفعول. كلمة الله نفس الشيء، من خلق بكلمة الله يقال عنه كلمة الله، وكلام الله يقال عنه كلمة الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جلال القس يقول بأن المسيح كان زكيا بلا خطيئة. هل هو من صفات الألوهية أن يكون غير أن يكون بلا خطأ؟ هل يعني هذه من صفات الإله؟ لا، ليس من صفات الإله. إذا كان الإله زكيا، غلاما زكيا يعني بلا خطيئة تجعله إلها، يوحنا المعمدان يقول عليه الصلاة والسلام عنه: ليس من رجل إلا عمل بخطيئة أو هم بها إلا يحيى بن زكريا. هل يصبح إلها؟ ليس هذه صفات الإله يا جماعة، ليست هذه صفات الإله أنه بلا خطيئة. يقول: لم ينخص الشيطان. يعني إذا ما نخص الشيطان بيصير هو إله؟ طيب أمه أيضا لم ينخصها الشيطان، ما السبب؟ جدته عيسى عليه السلام قالت، دعت لأمه قالت: إني أعيذها بك، اللي هي مريم، وذريتها من الشيطان الرجيم. فلذلك لم ينخص الشيطان، لم ينخص الشيطان، لا تجعل منه إلها إلا إذا جعلت أمه أيضا هي أيضا إلها. يقول: ليش الكلام الجميل هذا كله عن المسيح في القرآن؟ لأننا نحب المسيح. طيب، المسيح الذي قال عنه القرآن كل هذه الأمور، قال عنه بأنه عبد الله ورسوله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله، فقط رسول، فقط. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. القرآن هو الذي قال عن الذين يؤلهونه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن القرآن هو الذي أخبر عنه، وأخبر عن كفر من يقول بألوهيته. أيها الإخوة الكرام، يستطيع جلال القس أن يبقى إلى الصباح يسرد أدلة لا دلالة فيها على الألوهية. مرة يقول بويد بن عذراء، ومرة يقول هو صاحب الدينونة ونكتشف أنه في غيره يدين، مرة يقول يحيي الموتى ونكتشف أنه في غيره أحيى الموتى، وهكذا قصة لا تنتهي. لكن هذه القصة يستطيع جناب القس أن ينهيها في دقيقة واحدة، أن يحضر نصا واحدا: المسيح يقول فيه عن نفسه بأنه الله. إذا أحضر هذا النص نقول سمعنا وأطعنا. إذا لم يجد هذا النص ماذا سيصنع؟ سيلجأ إلى حشد النصوص. المسيح هو الديان، ثم نكتشف أن هناك ديانا آخر. المسيح يحيي الموتى، ثم نكتشف أن هناك محيي الموتى. المسيح يعرف ما في قلوبكم، ثم نكتشف أن يعقوب يعرف حتى إيش ما سيصيب أبنائه في آخر الدهر. المسيح ابن الله، ثم نكتشف أن شعب إسرائيل كله ابن الله. دعوني أقول لكم بصدق، إن المعاني والمصطلحات الرئيسة التي يقدمها المسيحيون في شرحهم لألوهية المسيح لا يعرفها المسيح. ابن الله بالطبيعة ما فيش في الطبيعة في الكتاب أبدا. ناسوت لاهوت ما في في الكتاب ناسوت لاهوت. جوهر واحد، لا يوجد جواهر في الكتاب المقدس. أقنوم وأقنومين وثلاث أقانيم، لا يوجد حديث عن الأقانيم ولا كلمة أقانيم في الكتاب المقدس. كل هذا يا إخوة ليس موجودا في الكتاب، لم يعرفه المسيح عليه الصلاة والسلام، إنما هو من ابتداع القرون المسيحية المتتالية. أقول: عودوا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام وانظروا ماذا كان يقول المسيح عليه الصلاة والسلام، فقولوا بقوله. هو يقول: أنتم تقولون يا معلم ويا سيد، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. هو معلم وسيد فحسن. تلاميذه كانوا يعتقدون بنوته، الجموع تعتقد بنوته. لما لا تقولون ما كان يقوله المسيح عن نفسه؟
لو كنا أنا وحضراتكم معنا جناب القس في من استقبل المسيح حين دخل أورشليم وفرشنا الأرض بالسجاد، وكنا نصرخ هذا يسوع النبي. أنا ما زلت أصرخ هذا يسوع النبي. الأخ رئيس الجلسة ما زال يصرخ معنا هذا يسوع النبي. جناب القس غير، صار هذا يسوع الإله. نحن ثبتنا على مبدأ المسيح عليه الصلاة والسلام، أما هم راحوا العبرانيين وأفسس الرومية وكورنثوس وتسالونيكي وكل هذه أسباب بولس. فهذه العقيدة هي عقيدة بولس وليست عقيدة المسيح. لذلك أدعوكم إلى أن تعودوا إلى عقيدة المسيح. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. قلت الشيخ قال أصر أني المسيح له طبيعة واحدة، واستشهد ببعض أباء الكنيسة الأولى، وإحنا مرجعنا الكتاب المقدس وليس الكنيسة. الكنيسة تتبع الكتاب المقدس وليس العكس، وليس الكتاب المقدس يتبع الكنيسة. عندما يقول البعض أن المسيح له طبيعة واحدة، فأنا أسأل فكيف يكون بينام بيأكل بيشرب؟ تأكيدا لما أقول في يوحنا 3 وعدد 12 تؤكد ما أقول. يوحنا 3:12 حوار مع نيقوديموس، يقول الكتاب: إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. بنقول المسيح بيشفي الأعمى، بيخلق عيون للعمى، بيحيي الموتى، بيتنبأ ما نخبئ في قلوبنا وفي بيوتنا. إن قلنا إن المسيح هو الذي يدين، لماذا هو يدين لوحده في نهاية الأيام؟ لماذا أن المسيح وحده هو كلمة الله؟ فهذه كلها أرضيات، ولكن البعض لا يستطيع أن يستوعب. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني هو كان في السماء بجسده ولا كان بروحه ولا كان بلاهوته؟ فهموا؟ وده مش عقيدة بولس، ده إنجيل يوحنا. قال لي الشيخ الفاضل: ائتوني بنص صريح يقول المسيح أنا الله فاعبدوني. تخيل أن هناك شخص مكلف بمهمة وينبغي أن يتممها ولا يفتضح أمره، فرضا أنه بيشتغل في البوليس وعنده مهمة عسكرية، وروح يقول لكل الناس أن أنا رئيس شرطة وأنا رئيس نيابة وأنا أحمد أسرع عسكري. المسيح مش جاي عشان الناس يقول للناس أنا الله اعبدوني، لا. لكن ردا على ما قاله فضيلة الشيخ في إنجيل يوحنا، قال له فيلبس: لا تضطرب قلوبكم. عن 14: أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي. كان رد فعل توما، فقال له: يا سيد لتنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتمونا عرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. أقول تاني: لو كنتم تعرفوا الآب لعرفتمونه وقد رأيتموه، لأن أنا في الآب والآب فيه. قال له فيلبس 8: يا سيد ورنا الآب كفانا،
قال يسوع، وأقول في هذا المساء ردا على كلام فضيلة الشيخ، ألستم تؤمنون إني أنا في والآب في؟ من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت ورينا الآب؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيه هو يعمل أعمال. صدقوني أنا في الآب والآب في. وإلا نرجع بقى للحاجات الحلوة اللي أنا في القرآن الكريم، وإلا لسبب الأعمال نفسها اللي محدش عمل لقبل ولا بعد. الله أعطى الأنبياء نبوات وآيات وعجائب، لكن لما تكون كل المعجزات وكل القدرات الإلهية وكل المواصفات الإلهية في شخص واحد فيجعلنا نقف وقف الحق، من هو المسيح؟ قال ان عدم الخطية هل تجعله إله؟ يعني كل من هو آدم خطاء، مش كده؟ كل واحد بيخطأ، لكن ليه ده ما بيخطأش؟ لأنه محصن، لأنه عنده طبيعة غير شكل، لأنه لما تولد لم يمس من الشيطان. ليه ده ما بيخطأش؟ لأنه كلمة الله. ليه ده ما بيخطأش؟ لأنه طبيعة الله. قال إن ملك الصادق ما هو أبدي أزلي، ولكن لو تعمق فضيلة الشيخ شوية كمان في عبرانيين 5 أو 7 لأدرك أن ملك صادق هو الرب يسوع المسيح. ظهرات الله في العهد القديم، وإلا عندنا 2 أبدي أزلي، وعندنا 2 كهنتهم أبدي أزلي، يعني ما ينفعش. لكن أنا أقول لك فضيلة الشيخ راجع عبرانيين 5 أو 7 تطلع الناتج ان الملك الصادق هو شخص رب يسوع المسيح. في عجالة زي ما قلت لكن للتذكير، في يوحنا يقول الكتاب والكلمة صار جسدا وحل بيننا، في البدء كان الله، بدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. استشهد بشهود يهوى ان هم قالوا انه دوت في البدء كان اله. طبعا هو بيعرف كويس قوي ان شهود يهوى مش مسيحيين. ممكن استشهد في امور اخرى من العلويين الشيعة الاحمدية، لكن بدرك تماما هناك خلاف. فهو استشهد بكتب شهود يهوى. لما نرجع ليوحنا 1، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. ولو بالفرض، ولو بالفرض عشان الكلام يعدي، وكان الكلمة إله. ما الرب ما الله بيقول أنا إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق. المشكلة في متى 1:23 هو وضع العذراء تحبر وتلد ابن ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، ودي النبوة اللي اتكلم عنها في إشعياء 7. هو ذا السيد نفسه يعطيكم آية، نفسه هو بذاته. هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل؟ دي الآية والمعجزة إن هو كلمة الله عمانوئيل. في تيتوس 2:13 منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. في مرقس 1 شهدت الشياطين عن رب يسوع المسيح، وكان الرجل الذي به روح نجس قال أنا أعرفك من أنت، قدوس الله.
في لوقا 22 يقول كده الكتاب: فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. في يوحنا 5:20: ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح الذي هو الإله الحق والحياة الأبدية. في رسالة يوحنا الأولى صح 5 والكتاب في سفر أعمال الرسل عدد 10:36: يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. يقول الكتاب في كلوسي في كلوسي الثانية على صفحة 2:8: لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. في رؤيا 1:17، ده مش من كلام بولس: أنا هو الأول والآخر. في إشعياء 44 يقول الكتاب: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. وتكلم في سفر رؤيا هو شخص رب يسوع المسيح. مش معقولة إن كل الملايين من المسيحيين اللي آمنوا وماتوا واستشهدوا ماتوا على خدعة وكذب. شوفوا المسيح عمل إيه، شوفوا من هو المسيح، ادرسوا. لكن الأمر مرتبط بنوع من الغطاء، الغطاء الروحي. في حد عنده بصيرة فيدرك إن الله في محبته تجسد وأخذ جسد، أنا ما قدرتش أوصل إليه، لكن هو في محبته التواضع. أنا ما أقدرش أصل للرئيس لأن ما أقدرش، إمكانياتي محدودة، لكن الرئيس يقدر يوصل لي لأنه إمكانياته أكتر. ده اللي حصل. أنا ما أقدرش أدفع ثمن جرمي وخطيئتي، لكن الله يقدر يعمل كده. الله زي ما بيقول فضيلة الشيخ: هل ياخذ جسد بعوضه او جسد كلب؟ حاشا لله. لكن لما اخذ جسد انسان كان عنده هدف، لان ما حدش يعرف يرجي الانسانيه والبشريه الى الله. في رؤيا 1:8: انا الالف والياء، البدايه والنهايه، يقول الرب، الكائن والذي كان والذي ياتي. في أعمال 3:14 يقول بطرس مش بولس: أنتم أنكرتم القدوس البار. ملحوظة فضيلة الشيخ قال في إشعياء 48 في الأصل منذ من البدء، منذ البدء لما أتكلم في الخفاء في إشعياء 8:16، قال من الوهلة الأولى أتى كورش. ما عرفش إيه العلاقة بالنص، مش مكتوب هنا كورش، وقال في ترجمات تانية، لكن أنا بتكلم هل لو بالفرض هل كورش منذ وجود الله السيد يهوى، منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه، هل كورش كمان كان مع الله في الأزلية؟ مثلا الأذن تمتحن السمع، حنا 17:24: لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. في يوحنا 17:5 يقول: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان عندك قبل قول العالم. وقف إبراهيم وقال: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. لكن وقف المسيح وقال: الآن مجدني أنت كما أنا مجدتك. من يستطيع أن يقول لله مجدني كما أنا مجدتك؟ من إلا شخص المسيح نفسه. إشعياء 9:6 يقول إن هو إله قدير. أفسس 1:21: فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وأخضع كل شيء تحت قدميه. يقول الكتاب أيضا إلى ملاك الكنيسة التي برغامس: فتب
وإلا فإني أأتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. رب بيدعونا نحن نتوب ونقف وقفة حقيقية. من هو ذاك الذي شفق البرص، الذي أقام الأحياء، الذي خلق الطير، الذي يأتي تنزل تأتي الساعة وينزل عيسى ابن مريم حاكما؟ من هو هذا؟ ينبغي أن نعود ونقرأ مين الشخص المميز ده؟ ليه مش حد تاني؟ ليه المسيح فقط؟ أشكركم، وقت انتهى، وبشكر صديقي العزيز اللي تعب وجاء من السعودية علشان يكون موجود وسطينا، ولكن لسه في بقية. بنرحب بيك الشيخ منذر. شكرا استاذ عاطف، شكرا دكتور منذر. والآن ننطلق إلى الفقرة التالية. كما تحدثنا سيكون هناك أسئلة على الميكروفون مباشرة، وأقصى حد فترة ممنوحة تكون 3 دقائق. سنبدأ بالسؤال الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي أعمالنا لا تقوى لتكون ثمنا للجنة، نحن أقل من ذلك. مهما عملنا من عمل ليس لدينا القدرة على دفع ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن ندخل بسبب الأعمال ولا ندخل بثمنها. فالباء هنا باء الثمنية. سيد الفضل، كيف تثبت لي إنسان وثني؟ يعني وثني في هذا العصر، هندوسي، بوذي، علماني، الذي ترى أن المسيح نبي والمسيحية هي دين من عند الله في هذا العصر. وسؤال موجه للسيد الشيخ: كيف تثبت لهذا الوثني أن سيدنا محمد نبي ورسول وأن الإسلام هو دين الحق في هذا العصر؟ بما أني كنت يعني لست آخر المتحدثين، فسأستغل فترة 3 دقائق لأجيب عن سؤال جناب الأستاذ وأرد على بعض ما ذكره جناب الأستاذ. كيف نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 دقائق. كيف نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تثبت نبوة الأنبياء بالمعجزات، تثبت نبوة الأنبياء بإخبار الغيوب، تثبت نبوة الأنبياء من خلال خصالهم الكريمة وآثارهم الحميدة. أذكر لك شيئا بسيطا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حقيقة كونية يذكرها العلم الحديث: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. اتساع السماء اكتشفوه الآن مع ميكروسكوب هابل. من الذي أخبره بذلك؟ إنه الله عز وجل. حين يخبر عن مغيبات حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإنما يخبر بذلك بغير الله. حين شق الله له القمر إلى شقين، فهذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام. جلال القس قال: ملك صادق والرب يسوع. وهذا الكلام ما يوافق عليه البابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس، ويرد عليه الكتاب بقوله: بل هو مشبه بابن الله. ما قال هو ابن الله، بل هو مشبه بابن الله. يقول: أنا من فيجيب كوروش، أنا قلت له هذه نسخة من نسخ الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية تقول منذ الوهلة الأولى. بس هو جلال القس يسمع أو يفهم كلمة منذ البدء بأنها منذ الأزل، وهي ليست صحيحة. لما يقول مثلا: كما سلمها الذين كانوا منذ البدء، يعني منذ بدء المسيح، ليس معناها الأزل. لما يقول: الوصية التي سمعتموها منذ البدء في يوحنا الأولى 2:7، ليس معناها الأزل. فهو يفهم كلمة البدء بأنها الأزل ثم يبني عليها ما لا يصح. جناب القس قال: أنا هو الأول والآخر. قال هذا مش بولس، هذا كلام يوحنا، هذا كلام يوحنا رآه في الرؤية المنامية التي شافها. إيش حكاية أنا الأول والآخر؟ يوحنا نام، صحي من النوم، شاف منام، كتبوا 37 صفحة. فهذا أنا الأول والآخر، هذه شافها في المنام، هذه شافها في المنام، ما هي كلام المسيح. فالآن لو أنا شفت منام وكنت كتبت 37 صفحة وقلت أنا الأول والآخر، يصبح أنا فيه إله. جناب القس يقول، خلاص 3 دقائق؟ باقي دقيقة. طيب، جناب القس يقول: نحن لا نتبع الآباء في موضوع الطبيعة الواحدة. الآباء يقولوا طبيعة واحدة ويقول طبيعتين، وإحنا ما نتبع الآباء، إحنا نتبع مين؟ نتبع الكتاب. طب وريني وين الكتاب قال طبيعتين، ناسوتية ولاهوتية؟ ما في،
ما في. اتبع الآباء حين لا يكون في الكتاب حديث عن طبيعتين. جناب القس قال إلا الذي نزل من السماء. طيب ماشي، المسيح نزل من السماء صار هو الله. طيب الملائكة، ملاك نزل من السماء في متى 28، هل يصبحون آلهة؟ التلاميذ يوحنا 15-19 يقول عنهم المسيح العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. التلاميذ ليسوا من العالم، هل يصبحون آلهة؟ لا، هذه معاني مجازية، نزل من السماء وليسوا من العالم، يقولوا هذا ليس من أهل الدنيا. يعني إيش ليس من الدنيا؟ من الآخرة يعني؟ لا، يعني ليس متعلقا بالدنيا، هذا معناه. فنزل من السماء، الملائكة نزلوا من السماء، نزل من السماء ليس من العالم، مثل مثل، لكن أبحث عن النص الصريح الذي قال الأستاذ بأنه غير موجود. شكرا دكتور. فضيلة الشيخ مصر أنه هو يعلق، رغم أننا التزمت المرة السابقة لم أعلق على شيء، ولكن لو فتحنا أشعياء كما قال أني منذ وجوده أنا هناك، منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني. أشعياء 48-16، أشعياء 48-16، تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، أو لم أتكلم من الوهلة الأولى في الخفاء. طيب أنا ما بكلمش على البدء هنا، بكلم عن وجود هذا الشخص اللي هو موجود مع وجود السيد. فين أعتقد أنه هو المسيح بس؟ منذ وجوده أنا هناك والآن، أفضل ما تقطعنيش، أنا أتقطع. لا بس منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه. هو قال كورش المتكلم، فهل كورش منذ وجود الله؟ منذ وجود مين؟ طيب، وقال أن الملك صادق، هو كما قال بابا شنودة أني مش هو المسيح لكن مشبه ابن الله. مرجعنا الكتاب المقدس ولم يرجع ولا بأس، مرجعنا أشخاص. كيف أعرف؟ النبي قال من خلال الأخلاق الكريمة ومن خلال المعجزات والتنبؤات. معجزة شق القمر ده طبعا كانت ناس أثبتت إن ما فيش شق القمر ولا فيش شيء، لأن لو ده حصل كانت الدنيا كلها خربت. ده أمر مو لكن مش دي مشكلة. إله، كيف أشرح لشخص وثني؟ في عندنا إلهين وكتابين، واحد بيقول أنا بحبك وأنا حموت من أجلك وأنا بغفر كل خطيتك عشان أنا بحبك وإنت مش قادر توصلي أنا أوصلك وأنا أديك قلب جديد. شوف كل الخليقة دي أنا عملتها عشان تمتع بيها، في بعدك عني موت وفي قربك عني جنبي حياة. وله تاني يطلب، مش هو يموت عنك، الناس تموت عنه. إله بيقول لك حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا للذين يسيئون إليكم. وله بيقول لك اقتلوا، اذبحوا، اضربوا فوق الأعناق. إله بيقول لك موت عشان، اللي بيقول لك أنا بحبك، خد جسد وأوصل لك إنك أنت مش قادر توصل. إله بيقول لك جوز هنا وجوز هناك وزي ما أنت عاوز. هنا ما فيش خمر ممنوع، لكن هناك في خمر وفي عسل وفي لبن وفي حوال وفي جواز. لا بيقول لك ان ملكوت السماوات ليست اكل وشرب بل فرح وسلام في الروح القدس. لا بيقول لك انا مقدر اللي انت فيه، اسقط اخلى نفسي اخذا صوره عبد. لا بيقول لك انا حاسس بيك. لا بيقول لك انا بعيد عنك. لا بيقول لك انا ابوك. لا بيقول لك لا مفيش حاجه اسمها انا ابوك. والله يا استاذ يعني انا تصحالي مشاعر تتصل هذه الصفات باي واحد منا اقل استاذ،
كل واحد من هذه المشاعر التي أعطيتها تتصف في أنا في هون في هون في هون. لم تعطيني جوابا. أنا إنسان وثني، أثبت لي أنا هذا النبي عفوا حاليا، لا أريد قصصا، لا أريد أسطورة عفوا. حتى الشيخ لم يجبني على سؤال. شيخ أنا أعتقد بالذي تعتقد فيه، ولكن الدليل يجب أن يمثل حاضر الإنسان الذي يعيش هنا، أن تثبت له أن هذا الإنسان حق. والقصة سيد القصة يثبت لي على أنه أنا أعيش هنا، على أنه سيد المسيح هو الحق. لا يثبت لوثني رجل قبل 1400 سنة، رجل قبل 1400 سنة يتحدث عن تباعد الكون يقول وإنا لموسعون، هذا لا يثبت لوثني. يا سيدي يا سيدي، واحد يقول هذا الكلام حتى نلتزم بطريقة إدارة الكنيسة. لو سمحتم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة قبل أن أبدأ سؤالي أتمنى أن تزاع هذه المناظرة، لأنه الحقيقة توجد نصوص كثيرة جدا ليست في الكتاب المقدس. هذا القص على سبيل المثال، المسيح السامي من الرب، أين هذا النص؟ كلوسي 1:15 استدلال خاطئ، ولكن سوف نسمع المناظرة إن شاء الله ونشوف الاستدلالات اللي فيها. أبدأ لو سمحت سيبلي 3 دقائق من الآن أبدأ كلامي بمرقس 7:7. المسيح عليه السلام يقول: وباطل يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. في متى 7:21 يقول: ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي. سؤالي أنا وهو، حضرتك قلت المسيح هو إله، سؤالي لك في متى 5:1 الشيطان جرب المسيح، وفي إفسس 1:15 من أقام المسيح من الموت إذا كان المسيح إله؟ وعندنا سؤال واحد، هذا سؤال واحد، من أقامه من الموت وهل جربه الشيطان؟ إذا تكرمت ممكن تشرح نص كورنثوس الأولى 15:28 ومتى أخضع الكل سوف يخضع للذي أخضع له الكل حتى الإبن لكي يكون الله الكل الكل. ستة 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 طيب لو سمحت ممكن زي أول يوم سألت 6 أسئلة. من أقام المسيح من الأموات إذا كان المسيح إله طبقا لما ورد في ماشي. قول الكتاب في الإنجيل يوحنا إصحاح 2 عدد 18: فأجاب اليهود وقالوا له: أي آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: 46 سنة بنى هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ رد على سؤالك. وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، لما نحط أنا أقيمه، وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. وصل فهمت؟ قول من تاني. طيب الله الذي أقامه من الأموات في الكتاب المقدس يعلمنا الكتاب الوحي الإلهي أن كل الخليط أن الآب والابن والروح القدس مشتركين في الخليقة. من الذي خلق؟ الابن خلق، الروح القدس خلق، والآب خلق. من الذي يقيم الأموات؟ الابن يقيم الموتى، والروح القدس يقيم الموتى، والآب يقيم الموتى. من الذي يدين؟ الابن يدين، والروح القدس يدين، والآب يدين. عندما نرى هنا أن شخص الابن يستطيع أن يقيم العذر ويقيم الأموات في اليوم الأخير حسب ما جاء في يوحنا 5 وقال عن نفسه انقضوا هذا الهيكل هو جسده في 3 أيام أقيمه. المسيح أقام نفسه والروح القدس أقامه والآب أقامه، لأن الآب والابن والروح القدس هم إله واحد مشتركين في كل الصفات الأساسية الإلهية من الخلق والقدرة والإحياء والدينونة إلى آخر الصفات.
ولكن عرفت من الأسيس رافت أنه القرآن كلام من كلام جميل قوي عن المسيح أو عيسى ابن مريم، ومن فترة طويلة أنا عرفت وانبسطت جدا القرآن اللي كان، وأنت اعترفت ده أنه موجود آيات كتير. لو الناس ما أمنتش، لو ربنا شايف أنه الناس ما أمنتش مع كل الصفات الحلوة الموجودة في عيسى ابن مريم أو المسيح أو الرب يسوع، ايه لازمة ان في نبوة تاني لشخص زي نبي محمد عامل حاجات يعني الناس مش مقتنعة بها؟ ازاي ممكن نبي يتزوج ببنت صغيرة او يعمل يقتل ويسفك دماء بالحجم اللي احنا شفناه ده؟ ازاي ممكن الناس تآمن برغم ان هم ما آمنوش بالمسيح اللي هو في كل الصفات الحلوة دي، ازاي ممكن يآمنوا بمحمد؟ كانت تكون يعني الصفات الحلوه كانت لعيسى والصفات السيئه. لحظه واحده دكتور منذر الاجابه عن دكتور. لحظه يا اخوان، بدايه جزء من اجابه كلام الاستاذ الكريم، كل ناسا اثبتت ما اثبتت شق القمر، نفت شق القمر، فهل اثبتت ناسا شق البحر لموسى؟ وهل اثبتت وقوف الشمس لمده يوم كامل للنبي يشوع كما جاء في الكتاب المقدس؟ حضرتك بتقول بنت صغيرة، بنت صغيرة مؤهلة للزواج، أكمل يقول بنت صغيرة مؤهلة للزواج، كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة مريم عليه السلام حسب دائرة المعارف اللاهوتية أو نسيت المعجم اللاهوتي تقول بأن 12 سنة كان عمرها لما أنجبت المسيح عليه الصلاة والسلام، وفي في الكتاب المقدس جناب القس في رجل أكبر من أبوه بسنتين. الرجل أكبر من أبوه بسنتين، فمعنى ذلك أني ما تتحدث في هذا الموضوع. جناب القس يقول كيف نتبع رجل يقول ما في الإسلام فاضربوا فوق الأعناق؟ حقيقة يا إخوان في الإسلام قتال، القتال يكون بين الطرفين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ما قال من ضربك على خدك الأيمن تدير الأيسر، لا، قال قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة، لكن الرحمة اللي أشار عليها جناب القس في الكتاب المقدس، اسمعوا هذه الرحمة، صموئيل الأول 15 على 2، يقول رب الجنود: فالآن اذهبوا واضربوا عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفوا عنه بل اقتل رجلا وامرأة. في القرآن تقتل رجلا وامرأة؟ رجلا وامرأة، طفلا ورضيعة، طفلا ورضيعة، من القائل؟ رب الجنود. بقرا وغنما، جملا وحمارا، جملا وحمارا. جناب القس ما يعرف انه في نص الكتاب المقدس يقول: تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، ايش جزاها؟ بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. ما في عندنا في الإسلام هذا، عندنا قتال، والقتال يكون بين الجيوش. أما هذا قتل النساء وأطفال والرضع. يقول: سفك دماء كثيرة، كل من قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفتين من الفريقين لم يتجاوز 2000 شخص، بينما الكتاب المقدس ينسب إلى أنبياء بني إسرائيل قتل مئات الألوف في معركة واحدة. اقرأ عن صموئيل في سفر صموئيل ماذا فعل الملك داود حينما أحرقهم في أفران الطوب في أتون الآجر. في سفر صموئيل اسمع ماذا يقول النص. يقول سفر صموئيل الثاني 12 على 31، يقول: أخرج الشعب الذين فيها في عمان ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون الآجر، أحرقهم في أفران الطوب، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. كل بني عمون فعل فيهم هذا. وتقول رحمة إيجي قبل أن ترى القذى، لو كان قذى في عين أخيك انظر إلى الجذع في عينك. شكرا. أولا نحن نوافق مع الأستاذ رأفت بما قاله، يعني قل هو الله أحد الله الصمد، إذا كنت تؤمن بذلك فنحن أيضا نؤمن بهذا، يعني نحن متوافقين. السؤال هو كما يلي: نحن نعرف أن شاول ذهب، كان في طريقه إلى دمشق لملاحقة المسيحيين هناك،
وهناك على أبواب دمشق حصلت الرؤية المشهورة، وتحول هناك من شاول إلى بولس، وخلال فترة قصيرة كما يقال، يعني لا تزيد عن شهر كما ذكر، تحول من ملاحق وأعدى أعداء المسيحيين إلى أكبر تقريبا عالم لدى المسيحيين، وإلى رائد، أحد أقل حاجة هو رائد لتعاليم المسيحية. فكيف يستطيع إنسان خلال شهر واحد أن يصل إلى تلك المعلومات ويستطيع أن ينشر هذه المعلومات كلها كي يصبح أكبر عالم المسيحيين؟ وهو كما ذكر الأستاذ رائد وكما ذكر غيره كثيرين أيضا من المسيحيين، هو الذي اعتمد بالدرجة الأولى على إنجيل يوحنا الذي قال بأن المسيح هو الله. وشكرا. شكرا أستاذ رأفت. شكرا دكتور، سألتني إن كنت أؤمن. قل هو الله أحد الله الصمد. نعم الله واحد، لا صمد أبدي صرمادي أزلي، لا يلد ولا يولد. طبيعي أن الله روح مش جسد تتناسب، ده المعنى من ذكر الله. فأنا سألتني بخصوص بولس أن كيف رجل يكون يضطهد ويتلف الكنيسة ومن خلال شهر واحد يتحول إلى عالم فذ في المسيحية المبشر. لا، حضرتك لو رجعت لسبب غلط شهر الصحي الأول بيشرح رسول بولس قصة حياته، يقول الكتاب في عدد 15: ولكن أما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، من وقنع أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبل، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق بعد 3 سنين. يبقى مش شهر، ولكن بعد 3 سنين راح العربية ورجع إلى دمشق. يقول الكتاب: وصعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، تمكست عنه 15 يوما مرة تانية، ثم بعد 14 سنة من حادثة اختباره وتغيير حياته صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذا معي تيتوس أيضا. ففترة رسول بولس ليس فترة شهر ولكن عدة سنوات كثيرة، إلى سنة 70، واستشهد هناك مع نيرون في روما. تعليق على كلام الشيخ أن داود نعم استطيق حارب ولكن ليس بهدف الدين، لكن الإسلام حارب بهدف الدين. المسيحية لا تحارب، اليهود لهم أوضاع خاصة وانتهى، لا يستطيع أن يحارب. الإسلام حكم باقي من أجل القتال والحرب، يطبق في كل مكان وكل زمان باسم الدين. لكن إسرائيل وداود والعهد القديم لم يكونوا باسم الدين. طيب، عندنا الآن في الوقت سنأخذ السؤال الأخير، وسيكون السؤال الأخير لدكتور مونغ. تفضل. في عندي تعقيب بسيط، بس ما وصلت التعقيب على يعني المناظر، لانه لا تظنون التعقيب مهم، لانه ربما في فكره حضرتك حكيت جزء من الفكره الحقيقيه، لكن علي ان اسال. انا اعرف انك مسلم واعرف انك تتعلق بصالحي. لا ليس، عفوا ليس لصالحك بشكل، لا، لكن ردا على القس بتعقيب بسيط جدا. انا سرعان في الحوار انه القس سيد قس استخدم كلمه القران الكريم، وصف القران بانه الكريم. طبعا هذا عندما احتاج لنصوص من القران توافق رايه، ولكن بعد ذلك هاجم القران نفسه واتهم بالقران بانه يحرض على العنف والقتال والى اخره.
هذه ازدواجية طبعا غير مفهومة في النقاش العلمي في الموضوع. هذا أولا. ثانيا الكتاب المقدس، أنا قرأت نصوصه وأنا آسف لا أحفظها حرفيا في الكتاب المقدس، الحقيقة نصوص يندى لها الجبين. والمسيح مارسوا قتل باسم الدين في الأندلس في محاكم التفتيش، حاربوا أطفالهم أحياء فما باسم الدين، فهل هؤلاء مسيحيين أم لا؟ ده مش تعليم الكتاب، لكن دي تجاوزات شخصية. عندما أقول القرآن الكريم فأنا رجل براعي مشاعرك، رجل مسلم، لكن عندما أصل حقائق واقعة في القرآن فهذا لا يعني أن أتسامح بشيء. أنا ذكرته وقاعة حقيقية، لكن كوني نقول القرآن الكريم احتراما لمشاعرك. طيب أنا آخر دقيقة أعطيها دكتور منذر لما بدأ في المنزل. بداية أولا أستسمحكم لأن هذا الجزء من المناظرة لم يعرض في قنوات فضائية وسيشكر. بداية جناب القس يقول فعلوا بأمر لم يفعله بأمر الله، إنما فعله بأمر نفسه. اقرأ في يشوع 10:40، فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفور وكل ممكن أسب أمر الدين لازم هذا لم يبق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل، كما أمر الرب إله إسرائيل. كان عقاب من الله وليس باسم الدين، ليس التبشير، ليس المشي الدين. المهم هذا حصل بأمر الله عز وجل، فإذا لا تعيبوا على الآخرين حين يأمر الله عز وجل بالاستكان. يا أخي عفواً، النقاش انتهى من تحت لو سمحت. عفواً جناب القس، أنت حضرتك أمس تدخلت وأنا يعني ما من حقك أن تناقشني، تحب نعمل مناظرة أخرى ممكن نعمل مناظرة أخرى، لكن الآن أنا برد أنت حضرتك اسمك. عندما تتهم القرآن بأنه يشرع القتل هذا غلط، الإسلام يشرع الاستكان، والقتال يكون بين جيشين متقابلين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، بينما الكتاب المقدس كما رأيت في نصوص يقول اقتلوا، في فرق بين القتل والقتال. أنا أقتل الذبابة ولا أقاتل الذبابة، لأن الذبابة لا تملك المقاتلة، المقاتلة تكون بين الجيوش. الإسلام أمرنا بالمقاتلة، والمقاتلة للجيوش، وأي جيوش التي تعتدي علينا. قاتلوا المشركين كما وقاتلوهم كافة كما نسيت الآية كما يقاتلوهم كافة، بينما الكتاب يقول اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. نشكركم جميعا على حضوركم أولا وتجشمكم مشقة الحضور ونشكر